الحمد لله الخافض الرافع حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع وإذا استمع له الحزين هان في عينه كل ضائع عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واترك وراءك كل أثر جميل فكلنا في الدنيا ضيوف والضيف لا بد له من الرحيل لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل وعش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل كان رجل أتته المنية رجل أوصى أولاده حين وفاته أن يحرقوه وأن يطحنوه وأن يتركوه في الهواء فلما أتته المنية فعل به أولاده ما وصى به فلما مات قال الله يا أرض اجمعي ما فيك منه ويا بحار اجمعي ما فيك منه ويا هواء ائتي بما فيك منه فعاد وقام إلى الله تعالى فقال الله تعالى له ما دعاك لذلك لما أوصيت بهذا قال يا رب خشيتك خشيت الوقوف بين يديك قال الله أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت كل ذنوبه أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه نحن الآن سنجلس في أعظم مأدوبة ذكر ألا وهي مأدوبة القرآن الكريم في هذه الليلة الطيبة ليلة تكريم وعزاء أم غالية ومربية فاضلة والتكريم نوعان تكريم في السماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وتكريم في الأرض إذ ينادي المنادي فرشوا لعبدي فراشا من الجنة ونعموه بنعيم الجنة أسأل الله ربي أن يجعل صاحبة هذه الليلة في الجنة والدة معالي الأستاذ السيد عماد عبد الجليل موسى وعم الحاج خالد عبد الجليل موسى الله أسأل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة نسعد سويا بالجلوس بين يدي الإبداع وملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك الذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية الله أسأل له التوفيق والسداد ولي ولحضراتكم حسن الاستماع داعيا معالي الدكتور إلى منصة القراءة مشكورا مأجورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. سلم سلم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة الله
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله
مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء زيادة في يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يا
ربكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا لكم انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء إلا تنصروا فقد نصروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من روائع سورة التوبة بصوت صاحب الجامعة الغانمة بالمقامات والروايات والملقب بملك المقامات بالعالم الإسلامي وسفير قراء مصر بالعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بمدينة القاهرة. مشاركة للأسرة الكريمة وللراحلة الكريمة والمربية الفاضلة والدة معالي الأستاذ عماد عبد الجليل موسى وهكذا الحاج خالد عبد الجليل موسى والحاج عبد الجليل عبد الجليل موسى سائلا ربي في عليائه أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليها وأن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته وأن يجعل ما تلوناه وقرأناه شفيعا لها يوم القيامة. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أحدث الهندسة الصوتية وإذاعة القرآن الكريم ومن داخل كبرى مخازن الإنارة الذهبية وهكذا كبرى مخازن الفراشة والخيام المكيفة تحت إدارة الحاج مصطفى خليل وأولاده قرية المحمودية مركز ومدينة دكرنس. واجب الخدمة الفندقية الممتازة عميد الخدمات الفندقية المتر محيا شحات عثمان قرية الكفر الجديد مركز ومدينة ميت سلسيل. هندسة البث والهواء والتسجيلات القرآنية النادرة المهندس رامي أسامة الرياض كما ننقلها لكم عبر القنوات الفضائية والمهندس المتألق والمخرج مسعد عطالله الجمالية دقهلية وهكذا إبداع التصوير المهندس محمد مفيد ميت مزاح مركز ومدينة المنصورة. أيها الأخوة المؤمنون شاكرا باسمكم أخي ومعلمي الأستاذ فتحي كبشة كنت معكم عبد الوهاب عيسى من أسرة المذيعين. أترككم في رعاية الله وأمنه. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.